حمص هي القصور 29/9/2013. آثار الدمار الهائل الذي حل المنازل السكنية. نتيجة الحملة الشرسة خلال اليومين الماضيين في محاولة اقتحام الحي. ننظر إلى الدمار الهائل الذي حل بالحي بعد قصف عنيف على مدى يومين كاملين. قصف الطيران الحربي وقصف مصوات متفجرة شديدة الانفجار وراجم الصواريخ والإضافة إلى الدبابات. هذا هو حال حي القصور والدمار الهائل في أبنيته السكنية.